عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين. الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو لاحظتكم ما تبخلوناش بلي لايك والبارتاج، تحياتي لكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو لاحظتكم الناس والمشاهدين لاحظتكم ما تنساوناش بواحد كومونتير لاحظتكم. اخر اخبار عن فتح الحدود مليلية وسبتة قريبا الاخوان، قريب ان شاء الله غادي تكون فتح الحدود، وحنا كنتمناوها ان شاء الله في شهر رمضان، يعني في شهر رمضان باش يجيو عندنا الاسر ديالنا، باش يجيو عندنا يعني الاحباب واخوتنا. والله العظيم واحد الفرحه الجاليه اللي كاينين في اسبانيا، هما فرحانين باش يفتحوا الحدود باش يجيو عندنا المغرب. وما نساوش يعني بزاف ديال الناس كيسولونا على الدخول وخروج يعني في مليلية، راه غادي تبدل الاخوان، غادي تبدل 100%، يعني الدخول والخروج راه غادي تبدل الاخوان بالنسبه شكون اللي غيسبق يدخل مليلية، شكون اللي غادي يخرج يسبق الاولين يعني يخرج مليلية، الا اللي عندهم الوراق، اللي عندهم الوراق هما اللي غادي يسبقوا يدخلوا ويخرجوا مليلية. وعادي شوفوا واش غادي يدخلوا الناس اللي عندهم باسبور عادي، يعني باسبور ديال المغرب، واش غادي يدخلوا ولا ما يدخلوش. وحنا غادي نستناو ان شاء الله لحقاش غيجي وزير الخارجيه خو سيمانير، وباش يعني باش يهضروا على فتح الحدود ويهضروا على القوانين الجداد اللي كاينين بين اسبانيا والمغرب، يعني واحد القوانين الجداد للاخوان غادي تكون في مليلية وغادي تكون في يعني في سبته. واش حنايا غادي ندخلوا بالتاشيرات؟ واش حنايا غادي ندخلوا بالتاشيرات ولا غادي ندخلوا غير باسبورت عادي؟ دابا لحد الان ما عرفنا اي حاجه، يعني عرفنا الا الاعتراف بالصحراء المغربيه. كون كان نقولها الاخوان، كون كان نقولها وكان عاودها بان اسبانيا راه غادي تعترف وغادي يكون فتح الحدود، ولكن ما عرفناش فوقاش غادي تعترف. ولكن الحمد لله والاسباب اللي خلت اسبانيا تعترف بين سبته ومليليه، والاقتصاد ديالو، يعني الاقتصاد راه هبط بزاف تحت الصفر، راه هبط بزاف الاخوان تحت الصفر. اسبانيا يعني هبطت يعني الاقتصاد ديالو صافي مشى، التجاره ديال اسبانيا مشات الاخوان. كان عندها جوج ديال البلايص اللي كاينين اللي كتستافد اسبانيا من الاقتصاد، يعني سبته ومليليه. راه من نهار بالله عليه المغرب، من نهار 13 مارس في 2020 وتماك صافي وقفات عن العمل، وقفات عن الاقتصاد. ودابا الحمد لله الاخوان كما عرفنا بان مليليه راه غادي تحل. ولكن والسؤال المطروح بزاف ديال الناس كيسولونا على واش التهريب، واش غادي يرجع، واش غادي يرجعوا شي حاجه بحال التهريب، يعني شي حاجه قانونيه. ولكن حتى انا كنطرح السؤال للحكومه المغربيه والحكومه الاسبانيه، حتى انا كنطرح يعني هذا السؤال اللي كيطرحوا علينا بزاف ديال الناس، كيسولونا بزاف ديال الناس واش غادي يرجعوا التهريب، واش غادي يرجعوا التجاره بشحال هذه. كما عرفنا كما كيقولوا بان التجاره ما غاديش ترجع، ولكن حتى انا كنطرح واحد السؤال على الحكومه، على الحكومتين، واش غادي ترجعوا لنا التهريب، واش غادي ترجعوا لنا التهريب كما كان؟ حنايا كنتمنوا ان شاء الله يرجعوا لنا التهريب، يرجعوا لنا التجاره كما كانت، باش الناس ديال المغاربه يستافدوا من تماك. راه بزاف ديال الناس والله العظيم راهم من نهار بلعت مليليه هما واقفين عن العمل، موقفين عن العمل ما كيخدموش. حنا كنتمنوا ان شاء الله من الحكومه المغربيه دير لنا شي حل، وراه حتى يعني غادي يكون واحد المشكل للشركات اللي كاينين في اسبانيا. اصلا هما كانوا خدامين مع الناس ديال التهريب، هذوك الشركات اللي سادين دابا في اسبانيا كانوا خدامين مع التهريب. راه من النهار بلعات التهريب، هما راه كيعانيو، ومن اليوم راه كيعانيو، وان شاء الله ذاك المعاناه ان شاء الله غادي تكون بخير وعلى خير ان شاء الله، وغادي يكون الناس راهما فرحانين. والله العظيم راهما حتى اليوم راهم فرحانين الحمد لله، كما عرفنا بان الجاليه فرحانين بزاف على عمليه مرحبا ان شاء الله قريبا، وفتح مليليه وسبته قريبا الاخوان. اسمع
يعني ما مجديت السلم أمر بدا نشتغل جبت السوق شو تعرفت شو تنتمازيغ باش تسوض باش تسوض غير ثما الرسالة المتابعين غير كني واحد في صدار بالعالمين نشتي نقاء لا للعنصرية نقاء لا للعنصرية وإنما وخا وزما يعني والسين غتصن تعرفت وإنما تقتل غير كيس تقر المجهود تقر المجهود باش تسوض تعرفت كني واحد في صدار بالعالمين ما مشيت السلم ثما بأن إسبانيا اعترفت بالصحراء المغربي الحمد لله ثم تعترف الشرقة ترجم الليلية تعزم قريبا إن شاء الله قبر هي شهر رمضان ما مشيت غنوم قغي ثم قغوم تعزم قغوم تعزم ولكن الحمد لله سجل صدار بالعالمين بأن إسبانيا تعترف بالصحراء المغربية دخول المغرب بأن خوسي مانويل الباريس رأي عفوا وزير الخارجية الإسبانية أديز نتغال المغرب باش هذه السور من مغيازم من تنها غيازم مش غير القوانين القوانين قد بدل انه يتمنى التاس الدخول والخروج قد يبدل هذه بدل التاس من البوكي ما مش تغضم ما مش يعني ما مش كني وخباغ بان سكانيرات قلت ندي مليلية كاميرا ثاني تد ديني المراقبة على حسب خميغة انت في يمكن هذا نختق ديني كاميرا كاميرا مزوان خت سوا يغن عذو مهم هذه بدل الطاس سيناريو هذه بدل يتم تغيير الدخول يتم هذه بدل الطاس هذه بدل 100% وبأن السؤال طرح انت خفي الطاس يتم الطاس الإخوان كان يق قال التهريب ما في دار ما دي عقب التهريب لان شيء يتم قناش طرح سؤال الحكومتين طرح سؤال قد سقسي خفن قاس زعما ماذا نختار من التهريب ماذا نختار ايام التجاره بركيج المشكل فهم قرا المريب للعشريت ما ما لو دارين بالتهريب وبان الشركه نيجان دي اسبانيا قبلت بسبب اغلاق المعبر المليليه بلعنت بسبب اغلاق المعبر المليليه اقوم يعني ما مشيت مسار بلعنت الشركه نيجان دي اسبانيا بركيج المشكل فهم قرا ثمانيه خصو غير ضغط المانيا ماني سو غير سيول خص سيول اسبانيا ماني خص سيول اسبانيا بركي انت تنعمود انت في توغي تقم التجارة السنية انت في توغي تتناغرم ولكن توغي تتناكس يغرم حتى المغربيين توغي ويت يعني يغرم ويت تغرم اكوا اكوا شان تتمارى يغرم ايثما الشين دمانية ترجع ايثما الحمد لله الشين دمانية توغي ترجع زي اسبانيا الا تعترف بالصحراء المغربية رخو الحمد لله قد اعترف بالصحراء المغربية بان رخو باش هادي خوسي مانويل الباريس نتا المغرب باش هادي السور من مغيازم باش تعقب السفيره المغربيه باش تعقب غيار الرباط كريمه بن نعيش برك انت زقومي وقع المشكل توترات علاقيه تدور انت غيار الرباط وخصبو تعقب ديني الا ما لا صلحت العلاقات الا ما لا العلاقه المغرب اسبانيا قهل مليح الشين دمانيت وغنترجع الحمد لله بالنسبه للجاليه والمواطنين المغاربة ألف مبروك 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 ألف مبروك ها يعني من هي توان ترجات عامين توان ترجات عامين شين توان ترجى من هي سيناريوية بيريكولاتها فيديوهاتها والله العظيم من الشين من هي توان ترجات توان ترجات عامين باش نسيو تبرت المعاناة باش نسم من دي تعيش يعني ومثنغ الجالية النغ وحتى وني تغي يخدم من دي التهريب نهار قيب الدخل عامل يازو من دي غي يخدم الشين قانت تازي الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية إلا تسيور نخبانايا نهار غي يسخوصي من ولا الباريس ذاني تغي عربا وذماني يجاني الإخوان كنا وحفظ صدار بالعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.